بسقنا قهوة وحليب سقطنا في التاسعة مرحين كندوزو في الموحد وين غزني من طول اللور. قال لي الناس كيفكروا في اشنو غيجاوبوا، انا كنفكر شنو هي السمية اللي غتكون. يلا لقيت السمية غنديروا قهوة وحليب. قلت الله يسهل عليك، مشى العام عاود العام من جديد غنضحكوا معكم. ونجحنا ديك الساعة لقينا السمية في الموحد ديال التاسعة. موحد ثالثة اعداد. راك تعرف دوك اللي كيبغيو ينقلوا كيبقى يفكر ما عرفت من غيجبد. أقسم لكم بالله العلي العظيم وكنحلف بالله الا واحد الشعور اللي ما كيتوصفش لعنا فرحان ديال بصح عرفتي باش توجد عرض ديالك في 10 ايام وتطلقوا بزاف الحوايج. تحيه للسي سعيد السفياني الكاتب ديال العرض لانه بصراحه هذاك السيد والله كنشكرو مادام انا تكرفس معنا 10 ايام. تحيه لسي محمد الماكري والسي مهدي الورادي الناس اللي صارين على بزاف الحوايج. بدينا البدايه ديالنا كانت في دار شباب، بدينا في دور شباب كيف كيبداو كاع الفنانه كاملين. لقينا فهمتي خصك كتكون عندك الموهبه في الذات، لان ماشي حنا اللي اختارنا الكوميديا هي اللي اختارتنا، كتكون خصها اللي يشد لك بيدك فهمتي، خصها اللي يشد لك بيدك ويسقل لك الموهبه ديالك، تسقل الموهبه ديالك كيف كنقول. لقينا الناس اللي عاونونا، لقينا الناس اللي وقفوا جنبنا، لقينا بعض العراقيب داكشي كيفوت. ولكن في البدايه الحمد لله تشاركنا تعرفنا قبل برنامج ستاند اب، تعرفنا في برامج في دون كاملين في لي راديو بزاف الحوايج تعرفنا. شاب برنامج ستاند اب شاركنا فيه الحمد لله وغادي المسيره الفنيه. ما تطرقناش الموضوع ديال المثليه، ما تطرقناش ليه، حنا دوينا على نص نص. وكي قلتها في الاول كله يخلصوا الله على قد نيته. نص نص كندوا على قهوه، نص نص كداك الشيء اللي كيوقع في القهوه، شكون الاشخاص اللي كيجوا للقهوه. نص نص تقدر تقول كحل ابيض قصير طويل نص نص خليط رقيق. وكي قلت لكم كله يفهمها كيبغى. ناقشنا بزاف ديال المواضيع ماشي غير موضوع واحد، ناقشنا بالصحه، ناقشنا الناس اللي فهمتي القهوه داكشي اللي كيوقع في القهوه، دوك المواضيع اللي كيتناقشوا في القهوه كاملين. كتحاول توصل واحد الرساله زوينه، صافي رساله زوينه. شنو الحوايج اللي كيوقعوا في القهوه؟ كاين واحد النوع اللي ما كيجيش في القهوه وريناه، كاين واحد النوع ما كيريحش في القهوه وريناه شنو كيوقع في القهوه. كاين واحد النوع اللي يعني ما كيمشيش للسبيطار، كيمشي للكلينيك، يعني ما كيعرفش بان ملي كيكون داخل مع الباب خاصو يلقى السيكوريتي هو الاول شنو كاين. وصلنا بشكل مضحك وشكل قهوه حليب ماشي طارق ولا بدر. قهوه حليب كاينه ايكيب خدامه، ايكيب كنريحوا كاملين كنكتبوا كاملين. هذا العرض راه كانت فيه ساعه و45 دقيقه وغادي وكيتبريسا باش داك الشيء كتجبد الحاجه الزوينه. كاينه طريقه الكتابه كنريحوا كاملين كنبداو نكتبوا كاملين. هذا يعطي فكره، هذا يعطي فكره، واخا تكون حامضه عطي مهم المهم حيتاش انت اللي قدرتي الى كاع نقولوا قال فكره حامضه تقدر ان تجيني شي فكره بحالها وتكون كضي فيها وغادي بحال طريقه الكتاب سهله. مشاريع المستقبليه ان شاء الله جوله بهذا العرض نيت خارج الوطن، لان هذا العرض موجود في 10 ايام غيتزاد يخدم مزيان. كاين به جوله ان شاء الله في المغرب وبرا. كاين واحد السيت كوم غنبداو نصوروا فيها دابا الاسبوع الجاي ان شاء الله، غتكون فلاشي اليوتيوب عندنا قهوه حليب اوفيسيال.